أنا بشوف طبعا أمهات كتير ما حدش بيعمل كده. كتير من نجوم الفن والغنى والتمثيل قرروا السنة دي يحتفلوا بعيد الأم بطريقة احتفل معاها الجمهور، اللي حرص كمان على تهنئة نجومهم المفضلين وأمهاتهم بالمناسبة السعيدة دي. علشان كده في الفيديو ده هنقول لكم ازاي احتفل نجوم مصر والعالم العربي بعيد الأم. أول نجمة معانا هي الفنانة نانسي عجرم، اللي معروف عنها إنها من أكتر النجمات اللي بتحب عيلتها وولادها جدا، ولما لقت النهاردة عيد الأم قررت تشارك جمهورها طريقة مختلفة بالاحتفال بعيد الأم على أنغام أغنيتها أمي، وطلبت منهم مشاركتها بصورهم مع أمهاتهم ويحطوها على الأغنية. فكتبت نانسي عجرم على تويتر وقالت: لأن الأم نعمة حابة السنة دي تبعتولي صور وفيديوهات من عيد الأم وانتم بتعيدوا صور مع بعض أو فيديو لمفاجأة حضرتها لها، بوسة مني ليكم. المهم نتشارك سوا فرحة النهاردة على أنغام أغنيتي أمي. نانسي ما كانتش النجمة العربية الوحيدة اللي احتفلت بعيد الأم، كمان النجمة كارول سماحة شاركت متابعينها على فيسبوك جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها هي وبنتها والدتها، وظهر في الصور إزاي النجمة كارول نفسها استعادت طفولتها مع والدتها، وده بعد ما تصورت وهي قاعدة على رجليها وبتهزر معاها. وعلقت كارول على الصور وكتبت: الحب والضحك والكتير من الجنون، عيد أم سعيد من عائلتنا إلى عائلتكم. أما بقى نجوم مصر اللي احتفلوا بعيد الأم فهم كتير قوي الصراحة. الفنان هشام ماجد واللي مكسر الدنيا السنة دي ببطولته في مسلسل أشغال شقة حرص هو كمان على الاحتفال بعيد ميلاد والدته اللي بيجي في نفس يوم عيد الأم من كل سنة، فنشر على الإنستجرام صورة بتجمعه بيها وعلق عليها وقال: عيد ميلاد وعيد أم سعيد على أمي العظيمة. وتفاعل الجمهور مع الصورة جدا وقعدوا يدعوا له إن ربنا يبارك له فيها. كمان الفنانة منة فضالي قررت الاحتفال بعيد الأم رغم تعب والدتها اللي دخلت بسببه المستشفى، فحرصت منة على مشاركة جمهورها على الإنستجرام بصورة لوالدتها وعلقت عليها: كل سنة وانتي طيبة يا أمي، وربنا يحفظك يا رب ويشفيكي ويخليكي ليا لأني ماليش غيرك، كل سنة وكل أم طيبة وبخير، وربنا يحفظ لينا كل أمهاتنا يا رب. أما أسمى شريف منير فكانت طريقتها حزينة في احتفالها بعيد الأم، فقررت تحيي ذكرى رحيل والدتها في يوم الأم وتشارك الجمهور مواقف جمعتها بيها، فنشرت صورهم على الإنستجرام وعلقت عليها وقالت: الحقيقة يوم عيد الأم ده يوم مؤلم قوي بالنسبة لي، رغم إن أمي توفت سنة 2007 يعني من 17 سنة، بس لسه وحشاني وبفتقدها في حياتي، وكنت أتمنى إنها تكون جنبي في حاجات كتير، بس عشان ربنا كريم أنا عندي دلوقتي مش أم واحدة، أنا عندي 5 ما شاء الله، ربنا يحفظهم ويبارك لهم في عمرهم ويخليهم ليا العمر كله، وكل ست في الستات العظيمة دي عوض كبير ليا وعيلتي. وآخر نجم معانا هو الفنان المصري حسن الرداد، اللي على طول مع كل مناسبة بيحرص على استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة، وفي عيد الأم السنة دي نشر على الإنستجرام صورة جمعته بيها وهو بيبوس راسها وعلق على الصورة وقال: كل سنة وكل أم بألف صحة وسعادة، الله يرحم أمي وأمهاتنا جميعا. وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع صورته وتمنوا لوالدته الراحلة الرحمة والمغفرة. دي كانت طريقة النجوم في احتفالهم بعيد الأم. قولوا لنا انتوا كمان ازاي احتفلتوا بعيد الأم السنة دي.